السلام عليكم بوليس. انت اللي عيطتي لنا دابا؟ قتلته، تهنيت منه، دوا عليا انا اللي قتلته. فين هو دابا؟ في الكوزينه. الكوزينه فين هي؟ هي هذي. يلا ديو مابقاش باغي نشوفو. ديو انا كنعترف، انا اللي قتلتو. يلا ديو نتا انا الا بغيتو، يلا غبرو عليا من هنايا. علاش قتلتيه؟ عامر هنا صابر، عارفة كلشي وساكتة. شنو عارفة؟ كان كيخوني في قلب داري. صافي انا فضيت معاه، قتلته. انتو ما خصكوش تديو. ياك انت بوليسي انا كنعترف، انا اللي قتلته. كنقول لكم انا اللي قتلته. يلا ديو ديو. هذا هو رجلك؟ قال لي انا كان وهالموت باش قتلته. قتلته هذا. كتشربي شي دواء؟ لا ماشي داكشي اللي في راسك. انا قتلته وهاجم نهايه في يدي وخليته هنا 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 كان مغطي هنا وقتلته بهذا الجنوي. هاد الهضره اللي كتقولي راه تديك للحبس. وانا كنعترف قدامك انا اللي قتلته وبهاد الجنوي. يلا دينا الحبس، دينا. يا ترى عارف انا اللي قتلته. اسمعي بنتي، هادشي راه ما منه والو، ما تخافيش، راه ما كاين حتى حاجه والو. شربي شي دواء باش تكالمي. ما كاين والو، ما تخافيش. الله يهنيك. فين غاديين؟ فين غاديين؟ طفيتهم قتلتو. لا 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 لا. فين هو؟ بنادم كيتزنزن تيبدا يدخل ويخرج في الهضره. نعم. والو بقي على خير. الله يهنيك. والله حتى قتلتو. كتبوني انا اللي قتلتو. انا مبغيتش تصيقوني. انا قتلتو. Oh, my God.
نادية نادية حلي، أنا عارفة كل شيء. حلي نادية حلي. بونجور، شنو بغيتي؟ شنو بغيتي؟ مالكي مزروبة؟ هي 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 هي. واو، مالك على هاد الروينة؟ جيت دير عندي هنايا. جيت غير باش نقول لك برافو فيليسيتاسيون. جيها مع راسك، قتلتيه وخليتيه هنا في الدار. Tu crois que c'est fini? Non ma chérie. غدا في الصباح غتخرج الريحة ديالو وغتفضحك. يبغى تحركي، جمعي راسك. مالنا شو واقع؟ مالك بغيت تدخلني في الدم؟ ما عمرو ما كان كيستاهلك. شت، فين هو؟ هو انا. مالكي مخلوعة؟ عيطت على البوليس. منين دخلوا ما لقاوش، غير ما خرجوا رجعت لقيتهم جبت في الكوزينة. ما فهمتش، قتلتيه وعيطتي البوليس تعترفي ليهم، عاوتاني خزنتيه في الصندوق. خبارك راهي كتخربقي. مابقيتش عارفة شنو غندير. خصك تدفنيه وانا اللي غادا نعاونك. عارفة اش كتقولي مع راسك؟ علاش انا بالضبط غادي نعاونك ياك؟ سي سا؟ شوفي، الفكرة ديال البوليس حيديها من راسك، ولكن خليني نكمل. علي ما كيعرف حتى شي حد، مو بهمتهم شحال هادي، اختو وحدة اللي عنده عايشة في فرنسا، عمرها ما سولت فيه. غادي تدوز 3 ايام، غتمشي ديكلاري عند البوليس، تخاصمت انا وراجلي، خرج من الدار، قال لي عمرو ما باقي يشوف وجهي. ولكن انا راه قلت للبوليس انا اللي قتلتو. جاو ما لقاو حتى حاجة، الخلعة اللي دارت لك هكا. واخا، ودابا دابا خصنا نشوفو كيفاش نخرجو من هنا ياك. Thank you.
بارك عليك. نوض نوضو شي يلا باش نخرجو.
راجل تي فريمون انا ديفيرون بالحق عمرني ما كنت عارفه بلي مزوج فراسك كون ما قتلتيش انت انا اللي كنت غنقتلو حيت كيما كان كيخونك معايا كيخوني انا مع وحدات اخرين ماشي بحال بحال انا يا مراتو حيوان كذاب كيضحك على البنات سحاب له كلشي بحال بحال النهار اللي دخلتي انت في حياتنا وحنا غير في المشاكل انا ما فهمتش كيفاش غتبغي تعاوني معايا هكاك لله في سبيل الله شنو زعما ضيعتي وقتك مع راجل في الاخر لقيتيه مزوج كون كنتي في بلاصتي شنو ديري غادي نخرج مع الطوموبيل اش كتسني منها نزلي ما خاصنيش انا لا كاع في العويل ديالك علي كيبغيني انا ما عمره ما بغاك انتي ها هو هذا اللي كتبغيه كيبغيك يلا خوديه ربحي بيه على القباب داركم وبقيت تفرجي عليه ناديه هادشي اللي كديري ماشي في مصلحتك ماشي انت اللي غادي توريني مصلحتي الا لا عطيني ابتساع خرجي ليا من حياتي سيري يا قلبي علاش مردي لها تاهي راجلها حمقه والله حتى حمقه حماقيتي يلا اسمع حمقه 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 عطيني لها ابتساع كتسني نزلي رجلك هذاك قتلتيه دفنيه الله يعاوننا ويعاونك فيك انت اللي جبتيني هنايا انت اللي قلتي لي غادي ندفن في هاد الغابه ايوا الغابه ها هي الفاس راه هو وراجلك ها هو صحاب كان عطل عليك هذاك راجلي انا اللي قتلته وانا اللي غادي ندفنه بيدي ما محتاجاش ليك لالا شجيعه مع راسك Ha 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 ha!